استقبل رئيس وزراء أفغانستان الملا محمد حسن أخوند وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في القصر الرئاسي. وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في زيارة رسمية إلى العاصمة الأفغانية كابول. خلال هذه الزيارة يلتقي قريشي مع وزير خارجية أفغانستان وعدد من المسؤولين لمناقشة القضايا الأمنية والتجارية وشؤون اللاجئين وغيرها من القضايا الهامة.